سيادة الوزيرة، يقولون دوما أنه من رحم المعاناة يولد الأمل. مؤشرات الفقر كيف اختلفت قبل الجائحة وما بعدها، وبالتالي الدور الذي أنيط بالحكومات أن تلعبه في ضوء هذه المؤشرات واختلافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أنا ألتقي مع حضراتكم وأشارك في هذه الجلسة الهامة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الذي أصبح منصة دولية هامة نتطلع جميعا في الالتقاء فيها. الحقيقة لما بنتكلم على مؤشرات الفقر، والمهم إن إحنا نقول الإطار الحاكم لعمليات التنمية على مستوى العالم إزاي بينظر إلى قضية الفقر، فبنلاقي إنه الأجندات الدولية الأممية، أجندة التنمية المستدامة 2030، والأجندة الأفريقية 2063، وأجندة مصر 2030، وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية والتي أيضاً تتفق مع أجندة أفريقيا 2063، كل هذه الأجندات التنموية كلهم بيتفقوا على أهمية قضية الفقر وأبعاد الفقر في التأثير على معدلة التنمية، وبالتالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله. مهم برضو إن إحنا لما بنتكلم على تجارب تنموية نحن نقول طب إحنا تعريف الفقر إيه؟ العالم كان بينظر للفقر إزاي؟ وإيه التطور اللي حصل على مفهوم الفقر؟ الفقر كان زمان بيبص له على مستوى دخل الفرد، هو بيقاس بمستوى دخل الفرد، ثم بدأ مع تطور المؤشرات ومع تطور التعريفات المختلفة ابتدى يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مؤشرات الفقر. فبنبص لمؤشرات التعليم، بنبص لمؤشرات الصحة، بنبص لمؤشرات الخدمات الأساسية اللي بيتمتع بيها الفرد في أي دولة، وده اللي أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. فلما ببص لمؤشر زي مؤشر التعليم، أنا ببص النهاردة إلى نسب التسرب من التعليم بالإضافة إلى نسب الملتحقين في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. لما ببص النهاردة على مستويات الصحة، بنشوف النهاردة مستويات الخدمات الصحية ومستويات التغذية. لما بص على مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن، بنبص على الخدمات الأساسية زي خدمات الصرف الصحي، خدمات الحصول على مياه نظيفة، كهرباء، شبكة طرق بيتمتع بها المواطنين، كل ده طبعا بالإضافة إلى متوسط الدخل اللي بيحصل عليه الفرد، وده اللي بيكون مفهوم الدخل المؤشر الفقر متعدد الأبعاد.